في الوقت اللي بكلمك فيه دلوقتي، ودي معلومة خاصة على فكرة، بيستعد جهاز أبو ظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارات، اللي هو ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم وأكبر صندوق سيادي عربي، وعشان يتقدم لمصر رسميا بملف استثماري، أو تقدر تقول عرض. العرض ده بيخص مشروع ضخم ويخض ومفاجئة هيقام في مصر. المشروع ده من مشروعات الكنوز، بيخدم ويدعم 14 صناعة. ال 14 صناعة دول فيهم أزمة كبيرة عالمية. الأزمة دي هي تراجع المعروض من منتجاتهم في السوق الدولي، يعني العالم عايز منتجاتهم، يعني اللي هيصنع المنتجات دي يقدر يقعد ويفرض شروطه وبالتالي يبيع بمليارات الدولارات. ايه بقى هي القصة والحدوتة وايه تفاصيل مشروع الكنوز ده وايه فايدته للعالم؟ وطالما مربح قوي كده، ليه ما نفذتوش مصر واستفادت بالأرباح دي من غير شريك؟ حضر بقى انت 50 شاي بتاعتك ويلا بينا نحكي في الموضوع ده مع بعض. انا محمد ابو عاصي ودي 50 اقتصاد. من حوالي اسبوع او اكتر وبالصدفه البحث اعترضنا في معلومه ان في مفاوضات فعليا فتحها او بداها صندوق ابو ظبي للاستثمار مع الحكومه المصريه، وبالتحديد مع وزاره ضمن وزارات المجموعه الاقتصاديه في مصر. المفاوضات دي حوالين مشروع استغلال ثروات مصر من الرمال البيضاء، واللي بتمتلك منها مصر احتياطيات ضخمه وغير مستغله. العرض ان الامارات هتنفذ مصنعين او مجمعين من المصانع، هيكون في كل مجمع 3 مصانع، كل مصنع فيه من 2 ل4 خطوط انتاج. المصانع دي الصراحة ما عندناش تفاصيلها لأن المشروع عمره أيام لسه في بداياته وفي مراحل الورق والمفاوضات والموافقات. خد بقى المفاجآت. بحسب العرض اللي هيتقدم أو شبه يتقدم، صندوق أبو ظبي هيكون شريك أو واجهة لحوالي 9 شركات إماراتية ضخمة وشركتين أضخم مالتي ناشونال متعددي الجنسيات، يعني متخصصين في نوع من الصناعات الحساسة والخطرة والمربحة جدا، وهي صناعة الشرايح أو الرقائق الإلكترونية. أيوه، الالكترونيك شيبس اللي قلب العالم كله واللي داخله في صناعه كل حاجه واي حاجه. نشوف الحلقه دي وكمان دي. الصراحه ده خبر لوحده مفرح، ومش ساكتين الا لما نجيب تفاصيل التفاصيل. ال 11 شركه دول متخصصين في استغلال وصناعه منتجات الرمال البيضاء. حسب كلام المصدر البارز، فمصر ما عندهاش مشاكل ان الامارات تدخل وتنفذ المشروع، لكن بشراكه مصريه، ودي فكره ذكيه جدا من مصر. اللي عرفناه ان مصر هتعرض مشروع مشابه على الصندوق السيادي السعودي. انت عندك احتياطي ضخم ومحتاج شركات كتير تستغله بالتصنيع بدل ما انت بتصدره مادة خام، استفادة منها قليلة جدا، تكاد تكون منعدمة الصراحة. الجمال في خطة الامارات حضرتك هي الاستعانة بشركات ضخمة في الصناعة دي، واحدة سويسرية والتانية تايلاندية. يقال ان الصندوق الاماراتي بيمتلك اسهم في الشركات دي اللي طبعا ما قدرناش نعرف اسمائهم لانه متحفظ على الافصاح على اسمائهم، لكن الشركات دي هتفيدنا في التسويق لبيع المنتج النهائي بسهولة في أسواق تعلي من قيمتها، خاصة وإن المطروح إن هيتم استخدام الجيل الجديد من ماكينات تصنيع الشرائح الإلكترونية، يعني شغل متطور، يعني هتبدأ من حيث ما انتهى إليه العالم في الصناعة. المجمعين الصناعيين هيكون فيهم واحد في سيناء والتاني في الصحراء الشرقية في نطاق محافظة البحر الأحمر، بالقرب من مناطق مصفات الذهب اللي مصر هتعملها واللي فرضنا بتفاصيلها في الحلقة دي، واتكلمنا عنها تاني في الحلقه دي. قبل ما اسيب النقطه دي، عايز اقول لك معلومه ناس كتير هتعلق عليها، وهي ان صندوق ابو ظبي المفروض انه مشترك اكبر صندوق سيادي في العالم. لا حضرتك، هو فعلا تخطى العملاق الكويتي صندوق الاجيال يوم الاثنين اللي فات 11 يوليو 2022 في تقرير طازه حديث اصدره سويف انستيتيو، متخصص في دراسات استثمارات الحكومات والصناديق السياديه. جهاز ابو ظبي للاستثمار بقى في المركز الاول عربيا والاول في الشرق الاوسط بحجم اصول واستثمارات بتوصل 708.7 مليار دولار، وتقدم على الصندوق الكويتي اللي بقى في المركز الرابع عالميا والصندوق السعودي اللي بقى في المركز السادس من اكبر صناديق الثروه السياديه في العالم. نرجع لموضوع الرمال البيضاء وعشان تعرف قصتها المثيره والغريبه واللي هنحكيها بس من اولها، وعشان تعرف الفرص الاستثماريه بتضيع منك ليه وازاي وفين بالظبط. الرمال البيضاء حضرتك هي اصلا ماده طبيعيه ونوع مهم من انواع الرمل اللي ليها استخدامات كتير في الصناعه. الرمل ده اهم واكتر مكوناته حبيبات السلكه اللي فيها معدن الكوارتز اللي بنستخدمه في صناعه الازاز، وعشان كده بيسموا الرمل الابيض برمل الازاز او الرمال السلكه، لان الماده الاساسيه لصناعه الازاز. مصر تمتلك افضل انواع الرمال البيضاء في العالم، نسبه نقاها وتركيز خام السلكه فيها حوالي 98.7% و99.7%، حاجه كده رباني ملناش دخل فيها. طب سؤال منطقي، هو الرمل الابيض ده بيستخدم في تصنيع ايه؟ الاجابه ببساطه، قول ما بيستخدمش في تصنيع ايه. اللي كلنا نعرفه ان رمال البيضاء واحده من المزارات السياحيه المهمه والعجيبه في سيناء ومنطقه الواحات في الصحراء الغربيه، لكن اللي محدش يعرفه انها الماده الخام لعنصر السيليكون عصب التكنولوجيا داخل في كل الصناعات تقريبا،
كمان هو الخام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية اللي هي قلب الطفرة التكنولوجية في العالم كله. الرملة البيضاء بتدخل في صناعة الزجاج والحراريات والسيراميك والخزف والصين ورقائق السيليكون والألياف الزجاجية والعدسات البصرية، وصناعة الأسمنت الأبيض ورمل المسابك والمرشحات، وفي صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية وفلاتر المية أو فلترة المية والعقاقير الطبية. طيب أماكن الرملة البيضاء فين في مصر عشان نلحق نشوف المصانع هتتعمل فين ونشتغل فيها؟ شوف حضرتك، الرمل الأبيض في مصر موجود في أماكن كتير منتشرة في كل مصر تقريبا، لكن أفضل أماكن موجودة فيها هي منطقة وادي الدخل جنوب غرب الزعفرانة في الصحراء الشرقية. سمك الطبقة الرملية فيها حوالي 100 متر ومن غير غطاء صخري، وده ليه ميزة إنه بيقلل من تكلفة الإنتاج وسهولة استخراجها. كمان في كميات كبيرة منه في وادي إنا بسمك أكبر طبعا، ومنتشرة بكثافة بمنطقة جبال يلق والمنشرح بشمال سيناء، ومنطقة أبو زنيمة وهضبة الجنة بجنوب سيناء، واللي بتتوفر فيها كميات ضخمة من أنواع الرملة البيضاء وجودتها أعلى وأعلى. للأسف مصر لحد فترة قريبة كانت بتصدر الرمل الأبيض أو الرملة البيضاء في صورة خام، الطن كان $40 في الوقت اللي سعر المنتجات اللي ممكن تصنعها من الطن هتدخل ليك $100,000. شفت الفرق؟ الدول الأجنبية اللي بتبيع الرملة دي خام بتبيع الطن بأكتر من $150، أما في الدول الرائدة في صناعة التكنولوجيا زي الصين وأمريكا وغرب أوروبا لو هتصنع زجاج هتبيع $1,000، لكن لو هتستخرج منه عنصر السيليكون وهتستخدمه في صناعة خلايا شمسية هتكسب منه يعني من الطن حوالي $10,000، لكن لو هتستخدمه في صناعة الرقائق الإلكترونية عصب التكنولوجيا من الكمبيوتر للموبايل للوحات التحكم الإلكترونية اللي بقت تحكم الحياة الحديثة للبشر هتكسب من الطن أكتر من $100,000، يعني 2500 ضعف تصديره كخام من مصر. الغريب واللي زعل إن أغلب الدول اللي بتستورد من مصر الرملة البيضاء بتعيد تصنيعها وتصديرها في شكل منتجات بأضعاف سعر الخام لمصر، زي تركيا اللي بتستورد منك وتعيد تصنيعه في شكل منتجات إزاز وأطباق بعشرات أضعاف خروجها من مصر ومغرقة بها البيوت المصرية في كل حاجة وبأسعار مبالغ فيها. الحمد لله بشكل نسبي مصر أخذت قرار في 2016 بحظر تصدير الرمال البيضاء كمادة خام خارج مصر، وده بقى بدافع الحفاظ على احتياطي مصر منه لأنه مورد غير متجدد. طبعا الحكومة قررت منع تصدير الرمال البيضاء باعتبارها ثروة قومية، وده كان بناء على توصيات مجلس علماء مصر الاستشاري اللي كان تابع لرئاسة الجمهورية أو اللي ما زال تابع لرئاسة الجمهورية، لكن اللي عرفته يا رب تكون معلوماتي غلط إنه تم استئناف تصديره في أضيق الحدود وبقيود. مصر بتصدر الرملة خام لدول زي تركيا وإيطاليا واليونان والإمارات. طيب سؤال منطقي ومشروع جدا، هو ليه مصر ما تستغلش وجود الرملة البيضاء عندنا وتبدأ تصنع وتحقق مكاسب كبيرة وتصدر؟ الإجابة ببساطة هي التراكمات من الأنظمة السياسية اللي قبل كده واللي فضلت انها تستورد كل احتياجاتها على حساب هدم الصناعة الوطنية، وده ظن منها ان الاستيراد اقل تكلفة من التصنيع. طبعا ده اثر عليك مع الوقت وبقى مشاع انك بلد مستهلك ومنتج، بس مستهلك من الدرجة الاولى، لكن منتجك مش متطور قوي وبالتالي جودته مش ولا بد، وبالتالي لو بدأت تصنع في الوقت ده، اقصد طبعا الوقت السابق، مش هتلاقي اللي ياخد منتجك ويشتريه في السوق الدولي برغم تميزنا في الصناعات كتير. دلوقتي لما فكرت تصنع بعض التكنولوجيات بقت غالية عليك وكمان ممنوع انك تمتلكها وعندك تحديات كتير بالبلدي مش فاضي تصنع وتصدر، فروحت جبت الامارات تستغل الموضوع ده وتصنع وتتحمل الريسك وانت تدخل شريك على الكاس. في كمان سبب مهم، متخصصين كشفوا ان مصر محتاجة حجم استثمارات بيبدأ من $4 مليار عشان تبدأ تصنع وتستغل الثروة دي، هنعمل بيهم مصانع لمنتجات السيليكون والزجاج، وده لو تم تنفيذه بحسب كلام محللين اقتصاديين مصر هتكون اغنى دول العالم في تصدير الازاز. الاتحاد الاوروبي ليه مشروع بينفذه مع مصر بقاله كذا سنه، المشروع ده ضخم لانتاج الطاقه النظيفه والمتجدده اسمه مشروع تكنولوجيا الصحراء. المشروع ده بيقوم على استغلال رمال صحراء شمال افريقيا ومعدل الاشعاع الشمسي في صحاريها اللي هو الاعلى في العالم عشان يتم انتاج مئات الميجا وات من الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسيه ويتم تغذيه اوروبا ومنازلها ومصانعها بالطاقه النظيفه بعد نفاذ البترول المتوقع بحلول 2050 حسب الدراسات والكلام اللي بيتقال في النقطة دي، وكان ده تقرير نشرته على ما اعتقد فاينانشال تايمز. تقرير فاينانشال تايمز بيقول ان الصحراء المصرية تقدر تنتج 2.8 مليون واط كهرباء لكل متر مربع وفقا لمعدل السطوع الشمسي فيها، وده دافع لمصر انها تركز على صناعات الطاقة النظيفة المستدامة وعشان تكون اهم مورد للطاقة في العالم لو قدرت تستخدم امكانياتها المتاحة لتوليد الطاقة. طيب أخدتنا في دوكة عاصي وما قلتناش هو احتياطي مصر كام من الرملة البيضاء اللي فجأة بقت ذرية ومسية وبتعمل كل حاجة. شوف يا سيدي، احتياطي مصر
المعلن من الرملة البيضاء حوالي 20 مليار طن متوزعة على صحاري مصر من شمال سيناء لجنوبها وصحاري مصر الشرقية والغربية. شمال سيناء فيها احتياطي 120 مليون طن، الموقع الأكبر منها منطقة الحسنة أكثر من 40 مليون طن. بيتركز الخام في جنوب سيناء في مناطق وادي الجنة وبوزنيمة، واللي الخام موجود فيها الأجود على مستوى مصر والعالم بإجمالي احتياطيات مؤكدة 268 مليون طن، واحتياطي جيولوجي أكتر من مليار طن. منطقة وادي الدخل جنوب غرب مدينة الزعفرانة بجبل الجلالة والاحتياطي فيها 27 مليون طن وسمك طبقة الرمل اللي فيها 100 متر ومن غير قطاع صخر. منطقة وادي إنا باحتياطيات 260 مليون طن، وهنا بيصاحبها أكتر من 40 مليون طن من خام الكاولين اللي هو الصلصال السمين اللي بيستخدم في صناعة الخزف والعوازل الكهربائية. في معلومتين مهمين لازم تعرفهم. مصر طرحت مناقصة دولية لاستغلال الرمل الأبيض من حوالي سنة، وهتطرح مناقصة الأيام الجاية، والمناقصة متاحة للقطاع الخاص المحلي وكمان العالمي. بس تواجد القطاع الخاص المصري قليل في القطاع ده لأنه بيحتاج لإمكانيات كبيرة ولسه مش متواجد بقوة في المجال ده، لأن استغلال النوع ده من الثروات المعدنية والاستثمار فيه كان مقفول فترة كبيرة ومقتصر على التصدير للخام. المعلومة الثانية هو إن شركة سانتامين الأسترالية هي بتاعت منجم السكري بتاعت الذهب، أعلنت نيتها إنشاء شركة للاستثمار والتعليم في الرملة البيضاء في مصر. الشركة دي هتنشئ مجموعة مصانع لمعالجة الرمال البيضاء، بتشمل بقى وحدات وآلات هتقوم بغسل الرملة البيضاء وتخلصها من جميع الشوائب ومعالجتها بشكل يزود درجة نقاوتها وجودتها. المصدر المسؤول في الشركة قال إن هيكون في شركاء محليين مستثمرين مصريين، يعني خاصة وإنك مش محتاج إمكانيات ضخمة لأن الرملة متاحة بدون جهد وكمان نقي. ده الصراحة كان جزء من ثروات مصر المهدرة في قطاع اقتصادي مهم ومن أهم قطاعاتها التنموية، واللي بالمناسبة الكلام لسه مكمل عنه كل ما يظهر فيه جديد. لحد هنا أنا كلامي خلص، وريت تقولنا أراكم في موضوع استغلال الرمال البيضاء وغيرها من الثروات الصناعية كحل اقتصادي مهم في وقت أهم، وما ينفعش يكون ابني على كتفي أدور عليه. في النهاية لو عجبتكم الحلقة هستنى أراكم وتعليقاتكم عليها، ولو عجبتكم أكتر وحابين تشوفونا تاني ياريت تعمل لايك وشير لو بتشوفنا على الفيسبوك، أو سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وما تنساش تفعل علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش كمان تشوف بعض المصادر اللي هتلاقيها في الفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.